ايه ده، الواحد جعان جدا وعطشان، مع اني لسه باكل شارب عصير برتقال، بس مش مشكلة، ممكن اكل حاجة تانية. اما بقولك ايه يا اما، انزلي هاتيلي من تحت بيتزا. ايه ده، انا كنت ناسي خالص، اما راحت كامبينج لمدة اسبوعين وقتها فاضية. ووهو، انا جاتلي فكرة حلوة جدا، انا ممكن ابدل العفش بتاع اوضتها. ايه يا جوليان، كنت عمال بتنادي على اما، انت ناسي ان هي في الكامب بتاعها ولا ايه؟ اه، افتكرت. بقولك ايه هنا، انا جاتلي فكرة تحفة، ايه رأيك ان احنا نبدل الاوضتين مع بعض؟ ايه ده بجد، هتعمل ايه يعني؟ مفيش، انا هاخد العفش بتاع اما واحطه عندي، واحط عندك العفش بتاع اوضتي، وتبقى اوضتك اكبر مرتين. الله، دي تبقى فكرة حلوة جدا. لو سمحت، كنت عايزة اعمل اوردر على عفش جديد. ايوه، عايزة هامك، وعايزة سرير، وعايزة مكتب. هي على طول النهاردة. خلاص يا جوليان، انا عملت الاوردر والعفش جاي. طيب خلاص ماشي، لا باسم مارتن من عائلة الطيور. اوكي، مستنيه، خلاص العفش هيجي النهاردة. ايه ده، انا خلاص فضيت اوضه اما كلها، اوضه ماما وبابا كمان حطينا فيها العفش بتاع اما. اوكي كده، احنا حطينا كل حاجه مع بعض. ايه، الاوضه كبرت جدا، مش بقولك كبرت خالص. الله، لا دي فعلا كبرت خالص. هتكون اوضتي بقى عامله ازاي؟ انتي هتيجي بقى العفش الجديد تحطيه انتي هنا، يبقى عندك اوضتين كبار على بعض، وانا هاخد الاوضه بتاعتك. تعالي بقى ننقل العفش بتاع اوضتي في الاوضه بتاعتك. طيب ماشي، انا علينا بس بابا لما يجي يعرف ان انا اشتريت عفش كتير وكده. لا لا لا، عادي عادي، بابا مش هيعمل حاجه اصلا، انتي عارفه بابا يعني. يلا بينا. واو، بص، احنا وضبنا كل حاجة عشان نعرف ان احنا نرجعهم بسرعة، عشان بابا وماما لما يجوا لنا احنا مرتبين كل حاجة. الله، اوضتي بقت كبيرة جدا. واو، انا نقلت اوضتي خالص وبقت اوضة جديدة. مستنية بقى العفش الجديد عشان احطه هنا. ما عندي مكتب، وعندي اللابتوب بتاعي اقدر العب عليه. الله، ايه ده، اما بس بتفرج على التلفزيون شوية بعد ما قلت كبرت خالص وبقت كل اللي انا عايزه. واو، ايه ده، يا ترى بقى الاوردر هيجي امتى؟ ده بيقولي ان في حاجات تحفة. طيب خلاص، ايه ده، واوضة جوليان بقت تجنن، كبرت خالص. انا الصراحة مش عارفة كمان ازود حاجة تانية على الاوردر ولا ايه. اوكي، ممكن ازود مرجيحة، هتبقى حلوة جدا. كده انا اروح اطلع بقى لاوضتي واريح شوي. ايه ده هنا، انتي قاعده هنا ليه؟ دي بقت اوضتي خلاص. ايوه يا جولي، انا كنت جايه اوريكي حفش، انا عايزه ان انا اجيبه عندي في الاوضه. قولي رايك. وريني كده. ايه ده، انتي هتجيبي هاموك؟ هتبقى كبيره جدا. ايوه انا عارفه، ما انا عندي سبيس كبير، وعايزه اجيب التلفزيون بتاعتي. واو، انا شايف ان دي فكره كانن. خلاص خلاص، زودتيه مع العفش. اوكي، هنستنى بقى العفش الجديد لما يجي. ايه ده، الباب بيخبط. السلام عليكم، انتوا طالبين عفش جديد؟ ايوه طالبين. طب اتفضلي امديلي هنا. اوكي، واو، ايه، مش قادرة اصدق نفسي، الهامك تجنن. واو، بابا هينبسط قوي اول لما يشوفها. الله، الواحد نايم في اوضته هنا، وكمان حلوة جدا الكنبة الجديدة اللي انا جابتها لي. الله، والمكتب كمان بتاعها يجنن. انا كده بقى عندي مكتب جديد، وبقى عندي كنبة جديدة، وانا كمان بقى عندي كرسي وديسك جديد. الله، اوضتك بقت حلوة جدا، احنا الاتنين اوضنا بقت تجنن. اه فعلا، كل حاجة بقت تحفة يا جوليان. ايه ده، الباب بيخبط، لما نشوف مين. ممكن يكون بابا. يا ترى مين؟ اهلا اهلا، ازيك يا هنا؟ ازيك يا هنا، عامله ايه؟ فين مامتك؟ انا كنت عايزه ان انا ادور عليها، عايزه اشوفها ضروري. ازيك يا خالته، عامله ايه؟ لا للاسف ماما مش موجوده النهارده. ايه ده، مامتك راحت فين؟ تقريبا راحت تعمل شوبينج.
يوه عم بكلمها كده بالتليفون واشوف هي فين. انا طالع فوق يا ماما. ماشي يا حبيبي اطلع فوق، خلي بالك على نفسك. ايه ده انا حلوه جدا الهام كتير، مش دي كانت اوضه جوليا؟ ايوه احنا نقلنا وبدلنا الاوض ولسه جايبه الهام جديده. الله دي تجنن، ايه ده بجد عجبتك؟ ايوه دي تحفه، انا عجبني جدا ذوقك. ولسه كمان لما تشوف العفش الجديد اللي في اوضه جوليان هيعجبك جدا جدا جدا. وانا عملت لك كوبايه قهوه لحد ما كلاوديا تيجي، احسن عايزه اتكلم معاها ضروري. هي راحت فين؟ ماما مش هتصدقي، هانا وجوليان جابوا عفش جديد يجنن، عايزين احنا نجيب زيه. ايه ده بجد؟ جابوا. انا وقعت القهوه على الارض لما خضتني كده، هضطر اقعد انضفها لما اشوف بقى العفش اللي هما جابوه. شفت يا ماما المكتب بتاع جوليان يجنن، هو والعربية والكرسي بتاعه ده آخر موضة، أنا عايز زيه في المكتب. ايه ده انت اللي جابك هنا يا نيكولاس؟ أبدا أنا كنت جاي مع ماما. عجبتك الأوضة؟ اتجنن دي تحفة، أنا عجبت بيها أوي أوي أوي. انت ازاي عرفت ان انتوا تشتروها؟ العفش ده غالي جدا، ده من أشهر الديزاينرز. ايه ده الباب كان مفتوح؟ اوه اكيد حد بيعمل مشكلة. حضرتك مارتن من عائلة الطيور؟ احنا اسفين في غلط حصل. ايوه انا مارتن. بنتك مطت على العفش وتقريبا ما ينفعش انا ان هي تمضي، فممكن حضرتك تمضي ان انت ده ما طلبتش انا عفش جديد. لا بنت حضرتك طلبت ايه ب30,000 يورو؟ اما اشوف البنت دي فين، انا مش قادرة اصدق نفسي. واو الحمق ده كمان يجنن، اللي ده من احسن مصممين في العالم. ايه ده بجد حضرتك عجبك؟ ده فضحك عادي عليه. الله ده حلو قوي، ده من كشمير القماش بتاعه. واو وانا عايز المكتب الاصفر ده، بجد شكله يجنن. انتوا بتعملوا ايه في الاوضه؟ ايه يا بابا في ايه بس؟ مالك مالي؟ جايبين عفش ب30,000 يورو وانا مش موجود؟ انتوا مجانين؟ ايه ده العفش ده اللي انتوا جايبينه ب30,000؟ انا مش قادر اصدق. هل انت عملتي ايه؟ اشتريتي العفش ده كله امتى؟ انا هجيب فلوس منين 30,000 يورو؟ ايه ده بجد يا بابا، انا اسف جدا، انا كنت فاكرهم تلاتة بس. 3,000 برضه جابهم منين؟ اتفضل اسمع العفش ده كله يرجع، احنا طلبناه غلط. ليه بس؟ ده شكله يجنن. طب انا ممكن اشتريه انا؟ وانا عايز ان انا اشتريه. الحمد لله ان هم يشتروه، لحسن انا بجد ما كنتش شايف ان انا ادفع 30,000 يورو. خلاص اوكي كويس ان انا لسه ما مضيتش، العفش هيجيلكوا دلوقتي وتبقوا تمضوا انتوا عليه. الحمد لله ربنا انقذني من ال30,000 يورو. عيالي الاتنين دول عامل فيهم ايه؟ بجد مجانين. ايه يا خسارة، رجعت لأوضتي القديمة بس الحمد لله من غير مشاكل. ده بابا كان هيموتنا. الحمد لله ان خالته جت اشترت العفش ده، بجد كنا هنتعلق في الحيطة. يا بنتي 30,000 يورو ندفعهم منين؟ بس العفش يا خسارة كان يجنن، مش مشكلة هلعب بيه عند خالته.